حياتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كفكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا احبائي شحال راكم شابين الله يبارك الله يبارك عمو يزيد سعيد جدا 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 باستقبالكم هنايا احبائي الله يبارك الله يبارك وفرحانين لكم هنا برافو 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 وانتم كذلك احبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما هاد الاطفال اللي راهم هنا ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمو يزيد عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل 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 أني نشوف كاين الورد راكم لابسين كي العرسان تعالي تعالي بنتي روحي روحي بنتي واسمك بنتي قطر نادا شحال في عمرك 9 سنوات وين تسكني بنتي في حطاطيبه ولايه تيبازا حطاطيبه الجميله ولايه تيبازا الجميله كذلك وش هو هذا ورود لمن عمو يزيد واو لعمو يزيد نحبهم بزاف 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 برافو بنتي برافو برافو شكرا شكرا تعالي وليدي الورد كثير اليوم واسمك وليدي محمد أيهم محمد أيهم وين تسكن محمد ولاية البوليدة وين واسمها ولد العلايق ولد العلايق نعرفوها ولد العلايق مدينة جميلة جميلة جدا وهذا وش اللي من هذا الورد لعمو يزيد ربي يحفظك والله يبارك شكرا 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 أوه أزهار كثيرة زيدي 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 تعالي تعالي أوه ما قدرتش كاع نرفد الله يبارك الله يبارك تعالي بنتي واسمك الشابة رايب خديجة دوري دوري الأطفال باش يشوفوك بنتي رايب خديجة خديجة الشابة شحال في عمرك بنتي 11 سنة شاطرة في الدراسة وين تسكني حوش قطف ببلدية ولاية تيبازا ولاية تيبازا الله يبارك هاد الورد لمن؟ لعمو يزيد ربي يحفظك بنتي شكرا اوه شكرا شكرا تحيه تحيه لاصدقائنا اذا خبي لي الورد هذا كامل في البيت هنا خليه هنا باش يبان للاطفال كاع عطيه هكذاك باش يبان هكذاك باش يشوفوا كاع الاطفال شحال اصدقائي يحبوني انا تاني نحبكم 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 حب تعالي تعالي بنتي اروحي الشابه اروحي اروحي اروحوا كامل روحوا لكم لابسين هذوك اروحوا 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 تعالوا تعالوا في اربعه تعالوا تعالوا راكم هايلين اروحوا 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 اروح وقفوا قدامي اه زيدي منا زيدي اروحي منا راكم كي العرسان كي العرايس اروحي منا بنتي باش دوروا هكذا الاطفال دوري واسمك بنتي واسمك واسمك تي تابيل كومون لويزا بوقر اي تو أمينة بنمرة اه ايتوا ياسمين غاسي وانت انيس ايكن ايميلي بشير من جيتو من جيتو بجايه وين ها مين انتي كريكي وين تسكنوا انتي غارا انتي انتي نسو نغيكا اه وانتي انتي كليليت انتي غارا منو معناه انتي نسو نغلا كريش بلاكراج جيتو الله يبارك بلاكراج نور زهرة نور زهرة واسمها جيغيل واسمها نور زهرة لاكراج انتي جيغران انتي جيغران الله يبارك الله يبارك برافو برافو ارجعوا لأماكنكم برافو 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 شابين شاطرين الله يبارك الله يبارك الله يبارك أحبائي الله يبارك أحبائي في هذه الفترة هذه راكم تشوفوا عمو يزيد راهو لابس هذا علم أي دولة دولة فلسطين أحبائي على بالكم علاش لأنه في هذه الفترة هذه كاين أيام عالمية مهمة جدا 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 نبدأ ب 25 نوفمبر هو اليوم العالمي
ضد العنف ضد المرأة. أحبائي، المرأة الأم، الأخت، الخالة، الجارة، الجدة، العمة. أحبائي، العنف ضد المرأة منبوذ، لذا داروا يوم عالمي يوم 25 نوفمبر ضد هذا العنف، حتى ما يكونش هناك عنف ضد المرأة. احنا ما نحبوش كاع العنف ضد المرأة. أحبائي، المرأة هي أمنا، هي جدتنا، هي خالتنا، هي عمتنا، هي صديقتنا، هي زوجتنا، هي بنتنا. يا أخي أحبائي، برافو. اليوم العالمي للكرم والسخاء، لا جينيروزيتي، الإنسان لازم يكون سخي. يا أحبائي، يا أخي ما تكونش مجحاح، تكون سخي، خاصة مع الأصدقاء ومع العائلة وكامل. يا أخي، واللي يقدر يدير الخير يدير الخير. أحبائي، الخير مهم، الصدقة تغلق 70 باب من الشر. أحبائي، يا أخي، ويوم 29 نوفمبر هو اليوم، يوم مهم جدا، هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. مهم جدا، احنا نقول التضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة مع أطفال فلسطين. أحبائي، احنا الأطفال ما نحبوهمش كاع يكونوا عندهم مشاكل وعندهم آلام وكامل. احنا ماذا بينا الأطفال كلهم أطفال العالم يترباو بسلام. أحبائي، إذا تضامننا احنا 1000% مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومع أطفال فلسطين. أحبائي، تحبوا الألغاز؟ قبل الألغاز نروحوا نستضيفوا ساعي البريد اللي جبنا بريد أصدقائنا الأطفال. استقبلوا معايا جليلو. تعال جليلو، تعال. مرحبا عمو يزيد. مرحبا، مرحبا جليلو، واش راك وليدي؟ لاباس. لاباس، واش جبت لنا جليلو؟ بريد الأطفال. بريد الأطفال، على بالكم جليلو أصغر ساعي بريد متطوع مع عمو يزيد، راح يجيب لنا البريد. وانتم أحبائي إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم هنا في البرنامج، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذا جليلو، ضع البريد في علبة البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه هنا لأصدقائنا. إذا أحبائي، كما قلت لكم، يوم 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. أحبائي، مهم جدا أننا نتضامن مع الشعوب المضطهدة. الجزائر دائما دائما وقفة جنب الشعوب المضطهدة. احنا ما نحبوش الظلم. مع السلامة يا، مع السلامة جليلو. السلامة يا أطفال. مع السلامة. الجزائر والجزائريين ما يحبوش الظلم. أحبائي، دائما واقفين مع الشعوب المضطهدة، دائما دائما دائما. يا أخي أحبائي، لغز اليوم يقول: تحبوا الألغاز والهدايا؟ كذلك. لغز اليوم يقول: أي شهر من السنة فيه 28 يوم؟ أعيد اللغز: أي شهر من السنة به 28 يوما؟ أنتم كذلك أحبائي إلى كتبوا فينا، تقدروا تجاوبوا على اللغز مع أصدقائنا اليوم هنا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي، فكروا لغاية نهاية الحصان ما هو الشهر في السنة اللي فيه 28 يوم. أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا، بما أننا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نروحوا نكتشفوا اليوم شخصية اليوم ياسر عرفات المرحوم، اللي هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السابق اللي توفى. أحبائي، إذا نروحوا نكتشفوا شخصيته مع خلود مداس. تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي. مرحبا ياسر عرفات. ياسر عرفات سياسي فلسطيني وأحد رموز حركة النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال. اسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني. ولد في 24 أود 1929 ميلادي بالقاهرة بمصر. عرفه الناس مبكرا باسم محمد القدوة، واسمه الحركي أبو عمار، ويكنى به أيضاً، وهو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
المنتخب في عام 1996 ميلادي، وقد ترأس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1969 ميلادي كثالث شخص يتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها على يد أحمد الشقيري عام 1964 ميلادي، وهو القائد العام لحركة فتح أكبر الحركات داخل المنظمة التي أسسها مع رفاقه في عام 1959 ميلادي. عرض منذ البداية الوجود الإسرائيلي، كرس معظم حياته لقيادة النضال الوطني الفلسطيني مطالبا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. شرع عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية في آخر فترات حياته في سلسلة من المفاوضات لإنهاء عقود من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن تلك المفاوضات مؤتمر مدريد 1991 ميلادي واتفاقية أوسلو وقمة كامب ديفيد في 2000 ميلادي. وفي عام 1994 ميلادي منحت جائزة نوبل للسلام لياسر عرفات بسبب مفاوضات أوسلو. مع نهاية سنة 2004 ميلادي مرض ياسر عرفات بعد سنتين من حصار للجيش الإسرائيلي له داخل مقره في رام الله، ودخل في غيبوبة. توفي في 11 نوفمبر 2004 بباريس عن عمر جاوز 75 عاما رحمة الله عليه. برافو 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 خلود بنتي، برافو 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 خلود. إذن رحم الله الفقيد، رحم الله ياسر عرفات. المجد والخلود للشهداء الإسلام. أحبائي أحبائي، بما أننا في هذه الفترة تكلمنا عن اليوم العالمي للسخاء، تكلمنا عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عمو يزيد خير لكم أغنية جميلة جميلة نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. يلا تغنوها معايا. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو برافو
أقرب أحبائي، إن ليس لك بما تتصدق ووقدت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. أحبائي برافو 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 برافو. أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن تروحوا معايا دركا نستقبلوا عمو رشيد اللي جانا من مدينة ميلا في ألعاب الخفة. تفضل عمو رشيد، تفضل تفضل. إذن تحية تحية لعمو رشيد وناس ميلا. تفضل تفضل عمو رشيد، تفضل تفضل تفضل.
برافو 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 احبائي برافو برافو برافو. عجبتكم عيا بخفه؟ اذا تحيه لعمو رشيد وتحيه لكل سكان 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 ولايه ميلا اللي اليوم جا عمو رشيد مثلهم وزارنا زارنا. اذا ربي يحفظكم وان شاء الله نعاودوا نزوركم في اقرب وقت سكان ولايه ميلا ان شاء الله. احبائي في كل حصه نكتشفوا معلومه معلومه في فقره هل تعلم. واش رايكم احبائي؟ تحبوا المعلومات؟ تحبوا المعلومات؟ اليوم راح نكتشفوا معلومه مع فرح في فقره هل تعلم. تفضلي فرح بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا يا اطفال. مرحبا. هل تعلم ان 96% من تركيبه الخيار عباره عن ماء؟ برافو 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 بنتي. اذا احبائي 96% من تركيب الخيار الكونكومبر الخيار هو عباره عن ماء عن ماء. لذا مليح انكم تاكلوا الخيار احبائي. تحبوا الخضر والفواكه؟ طب المرات الاطفال ما يحبوش بزاف الخضر، لازم تاكلوا الخضر باش تكبروا صحاح احبائي يا اخي. برافو 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 احبائي. انا نحب الحكايات بزاف 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 بزاف. خيرتكم اليوم حكايه جميله، هذه الحكايه واسمها حريه الذئب. يلا معايا احبائي. كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه حريه الذئب. واحد النهار كان واحد الذئب كان يمشي في الغابه، يمشي يمشي ميت بالجوع شوعان. يا ربي انا دركا كيفاش نجوز حياتي غير نجري هكذا وغير نحوس على الماكله وكامل، وكاين الناس اللي ماشي تتعب وتسيب الماكله واجده وكامل. قاعد يمشي 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 لحق لواحد الدار هكذا. قدام هذيك الدار صاب كاين واحد الكلب يعس على هذيك الدار كبير، لحق عنده خاف منه. هذا الكلب كان مربوط. قال له واش حبيت؟ قال له لا لا. قال له حبيت نسقسيك، قال له انت في البيت هذا؟ قال له الماكله تاعك تروح تجيبها وحدك ولا يجيبوها؟ قال له لا لا انا في بلاصتي ويجيبوا لي الماكله ديالي. قال له كان جيت غير جيت كيما انت الماكله يجيبوها لي لهنا بلا ما نضل نجري انا في الغابه وكامل الوادي. ايه قال له شفت. من بعد الذئب شاف هكذا، شاف في رقبه الكلب، شاف باللي بلاصه ما عندوش كاع الشعر، في واحد المكان الشعر كاع ما كانش. قال له واش هو هذا؟ ايه قال له هذا مكان السبته هذيك اللي رابطيني بها، هذا هو المكان. قال له كما؟ قال له ايه. قال له لما نشفع روحي انا مربوط. قال له السما تقعد مربوط باش يجيبوا لك الماكله. قال له تقدر تتحرك تروح لاي مكان تحب؟ قال له لا لا ما نقدرش. قال له ما تقدرش تخرج؟ قال له ما نقدرش. قال له حتى هنا برا هكذا؟ قال له لا لا انا مربوط. قال له لا لا يا اخي انا راني مليح كيما راني. قال له انا يا معليش نموت بالشر جوعان ولكن بحريتي نمشي في الغابه نصطاد كيما نحب وكامل. قال له ما نقدرش انا نكون مربوط هكذا. عمو يزيد عمو يزيد، العبره من هذه القصه هي ان الحريه مهمه جدا ويجب ان لا تتخلى عنها مهما كان المقابل. برافو 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 احبائي. الحريه مهمه جدا، كنز بالنسبه للانسان وبالنسبه للحيوان كذلك. لذا الا شفتوا عند عمو يزيد ما كانش حيوانات في القفص، ما نديروش الحيوانات في القفص احبائي. الحيوانات تبقى حره طليقه، شوفوا يمشوا يلعبوا كامل، ما بالك بالانسان. لذا اخترنا هذه القصه بتضامنا مع الشعب الفلسطيني كذلك. الحريه الحريه لفلسطين وللفلسطينيين احبائي. احبائي الحريه كنز بالنسبه للانسان يا اخي. احبائي اذا الحريه احبائي مهمه جدا بالنسبه للانسان. واش رايكم احبائي في كل مره نكتشفوا مدينه في فقره تعرف على مدينتي؟ اليوم نروحوا نكتشفوا مدينة تمنراست مع ميليسا. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي بنتي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة تمنراست كانت تسمى تمنراست
هي عاصمة الهوغار بالجزائر، تقع في جنوب الجزائر، يحدها من الشمال ولايتي غردايا وورقلا، ومن الجنوب دولة نيجر ومالي، ومن الشرق ولاية إليزي، ومن الغرب أدرار. تقدر مساحتها ب 556,185 كيلومتر مربع، وبهذا تعتبر من أكبر المدن من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 176,637 نسمة، وتضم 7 دوائر و5 بلديات. تمتاز تمنراس بتنوع ثرواتها النباتية، كما تحتوي على عدد كبير من الحيوانات البرية كالغزلان والفهود والأفاعي والضب. توجد بمدينة توارق عدة معالم أثرية وتاريخية، نذكر منها ضريح ملك توارق، تنهينان، جبال تاهات أتاكور، جبال تاسيلي، وتشتهر بأجمل غروب الشمس في منطقة الأسكرام. برافو 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 أحبائي، برافو برافو. مدينة تمنراست مدينة رائعة رائعة رائعة، سياحية بالدرجة الأولى أحبائي. لازم تروحوا لتمنراست، سياحية جميلة جميلة، راس كرام فيها عدة أشياء جميلة جميلة جميلة. الحقنا دركا الفقرة اضحك معنا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده؟ تعال أروح أقعد. عاود ذكرهم باسمك. محمد دحناني. محمد أيهم. نسيت أسمك. محمد الله يبارك. شحال في عمرك محمد؟ 11 سنة. 11 سنة، وين تسكن؟ ولاية بوليدة. أي مدينة؟ ود العلايق. ود العلايق الجميلة. احكي لي النكتة تاعك ولدي. كان واحد النهار وهذا الطفلة قالت يما كنت زوجت توما وين تروحوا؟ قالت لها نبيعوا الدار باش كي تعاودي باش كي تعاودي باش كي يعاودوا يرجعوك ما تسيبينيش. حبوها ما تسيبهاش. كانوا يضحكوا معاها. تعالي بنتي روحي. تقعدي بنتي. واسمك الشاطرة؟ هاي بخديجة. خديجة، وين تسكني خديجة؟ عاودي قولي لهم. حوش قطاف. تيبازا؟ ايه تيبازا الجميلة الجميلة الجميلة. تسلمي عليهم كاع كي تروحي. يلا احكي لي النكته تاعك بنتي. كان واحد النهار واحد العجوزه دخلت للقهوه، قالت له القهوجي، قالت له شعل القهوه، قالها 2000. قالت له متكلها، قالت له والسكر، قالها السكر بطل. قالت له هم اعطيني زوج كيلو سكر. برافو 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 برافو. تعالي تعالي، سكر بطل قالت له اعطيني زوج كيلو. قادي بنتي. واسمك بنتي؟ واسمني مريم. مريم، وين تسكني مريم؟ نسكن في الجزائر العاصمة باب الزوار. الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك؟ 8 سنين ونص. الله يبارك ونص. الله يبارك بنتي. احكي لي النكته تاعك. قال لك واحد يحشم بزاف، تزوج مع مرأة تحشم اكثر منه، في عرسهم ما جاوش للزوج. ما جاو حشموا في زوج. برافو 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 احبائي. شكرا. الحقنا دركا الفقرة رسائلكم. إذن ميميشا جيبنا رسائل أصدقائنا الأطفال باش عمو يزيد يقراهم هنا في البرنامج. وانتم أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا شكرا. تحية تحية لميميشا، تحية. برافو 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 برافو. الرسالة الأولى، صبر مريم 6 سنوات، مدينة عين يوسف ولاية تلمسان. الله يبارك. قدكم من فضلكم كيفية تقديم طلب للحضور لبرنامج مع عمو يزيد. إذا صبر مريم بنتي، ما عليك إلا توجهي الموقع على الانترنت عمويزيد.com، تضغطي على زرار شارك في حصتنا وتمل الاستمارة. يجب ملء الاستمارة بالرقم الهاتف وكمل باش نكلموكم. هذا ما كان ومرحبا بك. الرسالة الموالية، سلسبيل بوزار 7 سنوات، مدينة واد الفضة ولاية شلف. قدكم شكرا لحصتكم التي يستمتع بها أطفالنا. الله يبارك. سلسبيل بوزار بنتي ربي يحفظك، حنا تاني أنا نستمتع معكم.
يونس بوساحة 11 سنة مدينة الذرعان ولاية الطرف. يا سلام، أحب عمو يزيد وأتمنى الحضور في الحصة. إذا مرحبا بك يونس بوساحة ولدي من مدينة الذرعان ولاية الطرف، وسلامنا لكل سكان ولاية الطرف ومدينة الذرعان. عميرات زوجة بن عثمان فايزة 36 سنة من تلمسان، قالت لكم بناتي يحبوك بزاف ومتمنين يشوفوك إن شاء الله. السلام عليكم عمو يزيد. إذا ربي يحفظك مدام، ربي يخليك سيد بن عثمان كذلك، ولادكم تاني مدابينا مدابينا يجوا يزورونا، إذا ما عليهم إلا التسجيل باش يحضروا معنا. الرسالة الموالية، ولد غويل كوتر 13 سنة من باب علي ولاية الجزائر، قالت لكم أريد المشاركة في الحصة لأنني أحبها كثيرا. إلى ولد غويل كوتر، حنا تاني نحبوك بزاف 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 بنتي، ربي يحفظك وإن شاء الله تجي تحضري معنا. أحبائي، أنا نحتفظ بهذه الرسائل الجميلة الجميلة الجميلة، ودرك الحقنا للجواب عن اللغز. لغز اليوم قال: ما هو الشهر الذي فيه 28 يوم من أشهر السنة؟ شكون اللي عنده الجواب؟ شكون 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 اللي عنده الجواب؟ شكون اللي عنده الجواب من أشهر السنة؟ عرفت وقع؟ تعالي بنتي أروحي الشطرة، أروحي بنتي الشطرة صديقة عمو يزيد اللي يدير لكم البحث ويدير لكم بزاف حوايج. ذكريهم باسمك. دنيا. دنيا، دنيا الشطرة. وينهم شحال في عمرك دنيا؟ عمري 11 سنة. 11 سنة. ما هو الشهر أو كم من شهر فيه 28 سنة؟ الشهر الذي فيه 28 يوم هو شهر فيفري. هو شهر فيفري، لا لا، شهر فيفري مرة 28 مرة 29، ولكن السؤال فهموا مليح السؤال، فهموا السؤال نصف الجواب. ما هو الشهر في السنة اللي فيه 28 يوم؟ عاودي زيدي فكري، يلا. شكون اللي عنده الجواب؟ شكون اللي عنده الجواب؟ ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟ تعال. واسمك ولدي؟ آدم. آدم، شحال في عمرك آدم؟ 8 سنوات. وين تسكن؟ في ولاية بومرداس. بومرداس؟ الله يبارك، الله يبارك. ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم في السنة؟ 12 شهر. 12 شهر، برافو كلهم أحبائي. هذا برك كان فخ. شهر فيفريل اللي مرة فيه 29 مرة فيه 28، ولكن كل أشهر السنة فيهم 28. يا أخي فهمتوا؟ كل أشهر، برافو برافو آدم، أعطيه الهدية تاعو. استنى استنى آدم، اقعد معايا، اقعد معايا آدم. أعطيه الهدية تاعو. إذا آدم ولدي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية على شطرتك. شكرا. العفو العفو ليدي، تفضل تفضل تفضل. برافو برافو برافو. أحبائي، دركا لحقنا الفقرة رسم اليوم. إذا بشرى بنتي، جيبينا الرسم اللي درتيه لنا اليوم في هذا الظرف هذا باش نكتشفوه مع أصدقائنا الأطفال. أحبائي، في كل مرة بشرى تتحفنا وتمتعنا برسم. أحبائي، إذا بشرى بنتي هاكي الميكرو وأنا راح نتكلم. الله يبارك الله يبارك. هضري لنا، قربي شوية، هضري لنا شوية على الرسم هذا بنتي. الجزائر مع فلسطين في كل أيام سنة على طوال السنين، ماشي لازم لنا يوم محدد به نكونوا معاه. برافو برافو برافو. الجزائر مساندة لكل الشعوب المضطهدة. أحبائي، الجزائر دولة ما تحبش الظلم. يا أخي برافو برافو. أعطيها الهدى باش تعلقه لنا في الدار، تعلقه لنا في الدار باش نحتفظوا به. أحبائي، وإحنا في كل مرة نحتفلوا بعيد ميلاد طفل ولا طفلة في هنا في الحصة. اليوم عندنا عيد ميلاد قطر الندى. تعالي بنتي، تعالي قطر الندى، أروحي بنتي.
حنا نغنوا لخاطر الندى عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا راحوا يجيبوا لنا الكاطو ديالها. يلا تغنوا معايا كامل. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة، وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها، وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو ويبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذا قطر الندى عمو يزيد يشعلك شمعة. إذا قطر الندى عمو يزيد يشعلك شمعة، وحنا نديروا العد التنازلي لقطر الندى من تسعة. إذا تسعة، سبعة، ستة، خمسة، دون واحد، طفي الشمعة. برافو 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 برافو. اذا اعطيني الشهاده تاعها. اذا قطر الندى بنتي عمو يزيد يعطيك شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد. وانتم احبائي كل واحد فيكم غير يخرج يتلقى شهاده كما هذه باسمه، يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصه مع عمو يزيد. يا اخي احبائي قطر الندى، بما انك راسلتينا باش تحتفلي بعيد ميلادك، عمو يزيد يعطيك هذه الهديه مع مهداة من عند رامي راعي برنامج مع عمو يزيد، ان شاء الله تستفادي بها. اذا وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير احبائي، استنونا في الاسبوع المقبل نفس التوقيت، نحبكم، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في كل مرة نحاولوا نمروا رسائل لأولادنا ولنفسنا كذلك،
بلي كاين شعوب محتاجه مساعده، بلي كاين شعوب مضطهده وكامل. حنا نعرفوا من الجزائر مع فلسطين منذ البدايه، يعني الجزائر دائما مع الشعوب المضطهده، والشعب الجزائري كذلك مع الشعوب المضطهده. وحنا دائما توقفوا في هذا اليوم اللي هو 29 نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وحنا خاصه عندنا تضامن خاص مع اطفال فلسطين والشعب الفلسطيني وخاصه اطفال فلسطين. نمروا هذه الرساله لاولادنا باش يعرفوا بلي في هذه الدنيا كاين ناس محتاجه، اللي عنده نعمه يحمد ربي عليها ويعاون الناس اللي محتاجين مساعده. جبنا غير الدراري واللي بارون قاموا يستناو باش يشوفوا ليميسيون تاع مميز. جيناكم من اقرب بيت من ولايه بجايا لا دايره داكبو، موالفين نشوفوا ليميسيون تاع عمو يزيد، عجبتنا بزاف بزاف بزاف، سجلنا جبنا الدراري عجبتهم ليميسيون تاع عمو يزيد دونك جبناهم هنا. شو مابيل امينة لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.